أسعد النائب وزير الصحة وسيد ماغني بارت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق والوفد المرافق له بحثوا جهودا مبذولة لتوفير احتياجات المؤسسات الصحية وتوفير الأدوية النوعية للمواطنين ولا سيما أدوية التخدير والأورام الغير متوفرة محليا والتي تعثر استجرار بعضها بسبب الحظر الاقتصادي الأوروبي والأمريكي الجائر المفروض على القطاعات الخدمية. الدكتور سعد النايف شدد خلال الاجتماع على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية ببذل المزيد من الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية، الأمر الذي وعد به رئيس البعثة كاشفا عن زيادة في الميزانية المخصصة لمكاتب الصليب الأحمر في سوريا ما سيعكس نتائجا واضحة على الأرض. طلبنا من السيد بارت تقديم المعونة الكاملة في ظل هذه الظروف وخاصة في ظل الحظر الاقتصادي الجائر على بلادي وخاصة فيما يخص الأدوية النوعية والهرمونية. كان الحديث مليء بالتفاؤل ووعد بأن هناك معونة مادية كبيرة تأتي إلى القطر خصصت للواقع الصحي في سوريا. وبشكل عام أستطيع أن أقول أن كل الجهود المبذولة من قبل تلك المنظمات الدولية لا ترقى إلى المستوى المطلوب الذي نحن بحاجة إليه في ظل هذه الظروف. اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال السنتين الماضيتين كانت موجودة وقدمت العديد من المساعدات. نحن بشكل رئيسي بنحاول أنه نكون متواجدين أكثر على الأرض، طبعا بمساعدة السلطات السورية حتى نقدر نقدم كافة أنواع المساعدات لكافة المناطق المتضررة.